Ya Rabbi, aşağı şov ver. Bana lafı demek. سلام قولا من رب الرحيم. ايش عم تعمل بالخزانة يا امي؟ مو شغلك. ايش عم تعمل انت؟ بدي ارجع على الشطة. وليش نفس الشطة؟ هلا وقت تصليح. الله امي الساعة 7 الصبح، انت فهماني الموضوع غلط. شو بدي اعمل انا يعني؟ بسرعة بتقوم مباشرة، بتنط على حالك، بتروح على الفرن، بتجيب خبز وتجي بسرعة قبل ما يلفي قوام. شو؟ بهيك جو بدك اياني انا انزل على الشارع؟ لو قد ما انا شايف انه مروحة دخلتها معي على الحمام، لك مستحيل انزل تحت النوم وبالعانة عم تهرب. لا تفرزني بالصبح، طلع من غش الجو شو ماني طايقة حالي النوم ها، بسرعة بتقوم بتنط برا، نط برا طالع برا على الهوا بيمشي حالك، جيب خذها. لك لسه بدي احكي انا لسه. لك مستحيل، لا تحاول النوم، اليوم ما خرج انزل من البيت بنوم، بنوم ما خرج انزل. اجوني بس. عم تهدد يعني كمان؟ ايش بفهم منك يعني؟ اخر كلام، بدك تنزل ولا لا؟ لا ما راح انزل وما يتحرك من ارض النوم، تركني عليك بعدين بقى. هلا بيني وبينك كنت متوقع انا هيك الجواب منك، مشان هيك جهزت حالي على السوا. تعال افرجيك. طيب انا شو في مصاري؟ شو بدي اروح انا؟ لحظه كمان بدي اقعد شغله ضروريه. اي قول قول عم بسمعك انا. قول. على فكره هي اسمها عدم احترام لي ومالي جاي الكنز ونازل اضرب تحت على باب البناية. يلا. وانا قلت بدك تجيب خبز يعني بدك تجيب. شكرا وصلت الرسالة. انا كده عم اتاكد بس رايح اجيب خبز بعيد فورا. قولي دخيلكم على الشغل. ايش هالجو اليوم هيك؟ وين احنا بالهند؟ بالهند عايشين نحن؟ ايش عم تعمل انت يا معبد؟ يعني انت شو شايف عم بعمل انا مثلا؟ واقف على ظهر الجبل وعم بشم هواء، باكل الحديقه وحوالي الخضار، عم بعمل اكل. اي بسرعه وبسرعه لك بسرعه بالاكل. اي وين؟ الاكل يكون بارد لانه الجو نار وما متحملين ناكل شيء سخن منهم. روح من خلتي يا زلمه، ناقصتك انا من غير الجو نار وما طايقين حالنا. الاولاد وينو؟ عادي ما شايف حدا. وين راحوا محل؟ ما بعرف، طلع عليهم كل غرفه جوا، وين بدهم يروحوا يعني؟ وين كنتوا؟ حاول مش صار دوري، هات لهم يلا حاول فرز دورة. امسكي بس بسرعة بسرعة. يعني أنا لما قلت إنه في عندي أولاد مجانين ما كانوا يسألوني، كانوا يفكروني عم بكذب، ما قلتوا شو عم يصير معكم؟ لو سمحت، الشخص الذي تطلبه غير متاح حاليا، مغلق، جانا عندي غير وقت، هات لما أروح أخلص دوري بسرعة. يخرب بيتك، شو رح تجي تسوي لي كمان؟ ولك حياة حياة وحياة حياة ورندا على برندا تتركني بحالي. امي نزعتي صباحي الجو نار تتركني بحالي. ولك شو الجو نار ما الجو نار؟ قوم قوم حرك لي حالك يلا. غسيل سيارة مغسلة صغيرة اسعارها كثير غالية، بدنا ننزل انا وانت لتحت تغسل السيارة. خدي الخرطوم والفرشاية والمكس ونزلها لتحت يلا، نتسلى انا وياك فيها لو بنخلص المكاكل بسرعة. شو؟ نتسلى؟ انت وين عايش؟ مالك شايف الجو برا؟ مالك شايف عالمك؟ انا عارفين حواليك، انا ماني طايق حدا منهم، لك عم بقول لي مرحبا عم بقول له وجع وبضربه مباشره، بدك اياني انزل تحت اصرار السياره وهالجو وهالشوب هيك، تركني بحالي ها؟ تركني بحالي شوي تاني بهلوي استنوا انا. ولك قوم حاج بلا يخرب بيتك، شو بقولك؟ بدك تغسلها معي يعني بدك تغسلها معي؟ مهرب ما في الا واقسم بالله العظيم بطالع طلع بمشروع زق بلوك على السطوح، بخليك طالع 300 بلوك لحالك، فشو قلت؟ قال لك شو قلت؟ بدي انام، تركني بحالي بس. ايه نايم نوم اهل الكهف ان شاء الله. ماشي ماشي. ما
ايش فيه؟ ولا شيء ولا شيء سلامتك. قوم يا استاذ سياره يا ابن الكلب قوم. تتطوع يا بابا؟ طوي بالك طوي بالك طوي بالك. وري ان شاء الله ما يقضي شيء لي، ان شاء الله ما يقضي شيء لي. وري بسرعه نزل الفرشاه وعدك يا فتحت لي حافه انا بسرعه. ودي ولا خدوج شو ملك عايشه معنا؟ عيني حالك بلاي خبر بشي منو؟ يو بابا كيفك يا روحي؟ شو لا تقولي هلا ساعدتك وياك انا بالسياره ها عايشه حالي لانه انا لا كثير مهضوم اقسم بالله العظيم كميه الهضام اللي عندك مو طبيعيه منو. بسرعه امي ساعدي امك بالاكل لو طلعت صالحني بسرعه. لك والله تجوشوا بنار تجوشوا بنار بعدين مطبخ الله يكون نار لسه اكثر واكثر. بعدين انت شو بدك مني؟ امي ما بدها مني شيء وبدها مني شيء كذا سقطتي اصلا ما بدها منك شيء. خدوج وينك؟ تعال عندي لهون بسرعه وحالا وهون. ليك يا صاحبي يلا طلع علي هون من غير شيء تجوشوا بنار وما انا طيب بعد ضبنوب. ها انا من غير شيء مجنونه ما في عالم هلوسه يعني درجتين حراره ثانيين بقوم برقص كوري انا فاتركني بحالي احسن لك. ولك يخرب بيتك على لساني الك شو طويل كش. هي بارتي قولك بابا هات المروحه لهون هات المروحه لهون. يا الله بابا وينك؟ ليش اخذت المروحه وهاتها لهون؟ مو بدك تقومي؟ ما في مروحه، مروحه تصادرت، روحي ساعدي امك، اشو بدك تروحي ولا لا؟ على اساس هيك رح ساعدها انا مو، ما حذرت عيوني مالي مساعدتها وها طقوا وموتوا كمان. وعم تردي جواب يا بنت ال 600,000 صرماية، انا رح اقرب مسنواتك من الاول. مين هو تومري حياتي فيك جاي اساعدك انا اصلا مالي خبر انه قصدك شيء ليش ما عم تقولي لي سامحك بس يلا بعدي هيك. ايش في؟ ايش عم تعمل انت هون؟ انا بالحمام مش رح كون عم بعمل يعني مثلا اي ما دام بالحمام ليش ما لك قايم ثلاث الباب؟ قوم حاجتك يلا بدي ادخل استعمله انا بعدين بدي بعدك تجيب لي كم طلب يلا قوم خلصني. ولك انا طلبات ورح عيدني بحالي بقى معلش ممكن تطلع برا وتسكر الباب احسن من اللي راي والجاي عم شوفنا وانا وانت عم نتناقش. خليني بس اطلع ونحكي. اي بسرعه عم بستناك برا معك دقيقه وحده بس. ها ولك ناقصني انا ناقصني شو خلصت؟ ولك انا خلصت ليش انا الحقت؟ ايه ليش انا قدرت بدك تنام بحمام قوم هيك ولك بدي اعمل تحتي قوم انت هيك لشو؟ الله يسامحك يا ابو تحسين معود انت عم تحكي هيك حكي معود جيب عمالك تتكلف وعباده وابنك موجودين. ايوه طالما قال اسمي معناها في مصيبه بده يتحجني فيها خليني رح افقس قبل ما يشوفني. ولا يهمك ولا يهمك هلا فورا هلا فورا وطبعا هلا فورا ما تصرف يلا سلام سلام سلام. عندك وين رايح انت وين رايح؟ التقطت التقطت. وين رايح انا؟ رايح جيب موبايلي رايح جيب موبايلي من غير لا يا اللي هو بايدك هلا. روحي بسرعه طالع عند تحسين لفوق جيب كم تشوارج مينتو ما حلو يروح يجيب عماله ويتكلف. الله يرضى عليك حط ايدك وايدين ابنه وضعوهم لفوق يلا بسرعه. لاخوي جيب لاخوي جيب نحن ايش دخلنا بالموضوع اصلا؟ بس لحظه بدكم تعطوني مصاري بدكم تعطوها كنتوا للعمال بدكم تعطوني اياها عشان بيختلف الحكي. ايه ليش لا ليش لا بدك تروح من خلتي والاقوم اعطيك مصاري انا بنفسي بقى. لا والله ما بتحرك ما تحرك مكانك. لا والله قولي قولي دخيلكم ترويق البيت وتنظيفه بيكسر الظهر وري ممتاز. قومي اعملي كاسة شاي لك بسرعة. شو؟ شاي وبهذا الوقت؟ لك انا بس بدي افهم شلون بتقدر تشربها بهالشوبه؟ شلون بتشربها؟ مالي قايمة قومي اعملها انت. هيك لكان انا حق علي من اول ما طلعت اشاطي وخليته يعلم عليكي. وين الاشاط؟ وين راحت؟ انا هون بابا الماء عم تغلي وعم بغلي لك الشاي دقيقتين ماكسيموم تكون كاستك جاهزة. ايه علينا رجعت خربت يعني كمان فقع تجيب زلمه خليه يشوفها ويصلح لنا اياها ما بترد يعني بكون في ششتة فتاه من ورا الله بس يجي عبادها. هي كم مشوار هي كم مشوار بس شكيتك لواحد احد يخرب بيتك قال اذكروا ايش اسمه بندحش دحش لو طالب شيء من رب العالمين جيت بوقتك توقف قدامي بدنا نصلح الشاشه ده. حاضر 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 لنشوف نهايه اليوم شو اليوم نهايته شو. شوفوا هناك الشريط من ورا مزلط ما بتشكل فيش لحتى اقول لك بس بدك تشكها بتشكها اوكي بتكهرب لانه خلص خلص فهمت ما راح احطها فيش لحتى تقول لي انت ما راح احطها خلص بس خلصنا انت لنشوف بالاخير راح تصير ولا لا كمان. عبيدة عبيدة حط الفيشه حط الفيشه حط الفيشه وخذ لنا حقنا حطها لكن والله بتصدقي صح ما خطرت على بالي منوب
خليك اليوم طول النهار جننتني لانه خليك. اولا اه ظهري يخرب بيتك. حقيرة منك انا عطلحكم معناتها ايه صغيرة والله طبيعة عقدوا اياه وياه ترى ملوك احي والله اكل ضر